متسابقنا العاشر في هذه الحلقة وهو المتسابق مختار عبد الله عبد اللطيف من تشاد، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم مختار عبد الله عبد اللطيف من جمهورية تشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا إذن كان هذا المتسابق مختار عبد الله عبد اللطيف من تشاد. كلمتكم شيخنا لمختار. بارك الله فيك يا ابني. بالنسبة لابننا مختار، يا ابني لما بتقول أخرنا، الخاء مكسورة وهي في أقل مراتب التفخيم. أخي أخي، ولا تقول أخرنا. أخي مكسورة، ما بصير تكون بها القوة هذه، ما بصير. تبهت كيف؟ الأمر الثاني، لا تبالغ بفتح الفم. يعني الفيديو اللي أرسلته ما شاء الله فمك دائما مفتوحة. ربنا أخرنا إلى، ما تفعل العرب هذا، العرب ما تفتح فمها بهذه الطريقة. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: فتح العربي فتح وسط. تبهت؟ ربنا أخرنا إلى، بس، وليس هذا الفتح المبالغ فيه. الأمر الثالث، من قبل أولم تكونوا أقسمتم. انظر يا ابني، من قابلوا قابلوا، ولا تقول قبلوا أقسمتم، من قبلوا قبلوا، الباء ضمت، هذا لحن جلي. قابلوا قابلوا، أعطي كل حرف حقه من الحركة والسكون. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخنا الكريم. شكرا لك أخي مختار عبد الله عبد اللطيف من تشاد.